دكتور محمد جسري، الأمين العام للهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح. الهيئة كل يوم في تزايد وفي إقبال عليها من الأحزاب الإسلامية والتيارات الإسلامية ككل، وهم يعلقون عليها هذه الأيام بدور يعني تحدد مصير الأمة، حيث يوجد خلافات لا نختلف على ذلك بين الإسلاميين كأحزاب أو كتيارات. فما هي الكلمة التي تقولها لهذه التيارات الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هيئة إسلامية وسطية مستقلة تقوم بدور رائد في هذه الأيام، فهي الهيئة التي قامت على التنسيق بين مختلف القوى السياسية الإسلامية، وهي التي قامت من قبل بتنظيم مليونية الإرادة الشعبية والتي وقعت يوم 29/7/2011 الماضي. الهيئة الشرعية تقوم في هذه الأيام بمحاولة لجمع الكلمة وتوحيد الصفوف ورأب الصدع الذي قد يقع أو الذي وقع بين بعض هؤلاء الفضلاء الذين يتنافسون تنافسا شريفا حرا على هذه المقاعد الانتخابية في مجلسي الشعب والشورى في الأيام القليلة القادمة. النصيحة لهؤلاء جميعا أن يعملوا على رفعة بلادهم أولا، وأن يسعوا جميعا لتحقيق مصالحها الشرعية والوطنية على حد سواء. كلنا يحتاج إلى مصر، ومصر تحتاج إلينا جميعا، فنحن أبناء وطن واحد، أبناء قضية ورسالة واحدة، يعنينا بالضرورة وبالدرجة الأولى أن نحيا وأن نعيش في بلد آمنة مستقرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا. نحن نسعى بكل جهدنا كبارا وصغارا، شيوخا وشبابا، الأمة المصرية بأسرها تسعى لتحقيق عزتها ورفعتها، تعمل على وحدتها وجمع كلمتها. النصيحة لهؤلاء جميعا هي قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النصيحة لهؤلاء: واعتصموا بالله هو مولاكم سبحانه وجل في علاه. هذا الاعتصام يتأتى بأن تتوحد الكلمة وأن تجتمع الراية، وأن يدخل هؤلاء الفضلاء إلى هذه التنافسية الشريفة بعقلية واعية ونفسية متفتحة ترعى المصالح وتدفع المفاسد وتطمئن القلوب جميعا إلى أن الممارسة السياسية الإسلامية المقبلة سوف تكون ممارسة رائدة، نظيفة، متأنية، متأنقة، تسعى إلى جمع الخير وتكثيره ودفع الشر وتقليله. هذا الذي ينتظره الناس من هذه الجموع، بل من هذه الوجوه الجديدة التي تطل على المشهد السياسي المصري في هذه الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع بين قلوب الطيبين، وأن يوفق جموع المصريين إلى تحقيق نهضتهم الحديثة، وإلى إدارة وطنهم بطريقة سديدة رشيدة، وأن يوفق المجتهدين في إقامة هذا الصرح الإعلامي والسياسي والاقتصادي الجديد لبلادنا التي نرجو لها كل خير، ونسعد بتوفيق الله تبارك وتعالى لنا جميعا في إقامتها ووضعها في مكانها المناسب من سلم الحضارة الحديثة، بعد أن تبوأت مكانا رفيعا في سلم الحضارة القديمة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق العاملين إلى خير ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير دكتور.